بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمه وبركاته ورضوان. اما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سوره هود: الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير، وان استغفر ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. وللكتاب العمود الفقري فيه هو أن لا عبادة إلا لله، أي لا يقبل الشرك، بل يحذر من مغبته ويحذر من اختاره من دون التوحيد، لأن ربي لا يظلم أحدا، من وحد فقد سلم، ومن فعل غير ذلك قد هلك والعياذ بالله. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، يعني بشير نذير إن لم تستجيبوا لأمر الله، وبشير إن كنتم من أهل الله، لكم الإنذار ما دمتم في بوتقة الكفر والشرك والضلالات، ولكم البشرى أولا وآخرا ما دمتم عبادا لله مخلصين. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبين. وهذا يخلي المؤمن الحقيقي يكون خير المنذرين وخير المبشرين، ويستقيم تماما ولا يشرك بربه احدا ولا ينافق احدا، بل كل عمله خالص، وخاصة في شهر رمضان، لان العمل كله لله والله سيجزي به. وان استغفر ربكم ثم توبوا اليه، وان استغفر ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وشيء آخر ربنا دعانا إليه هو الاستغفار بالليل والنهار، وأن استغفروا ربكم الذي رباكم والذي هو قيم لشؤونكم في الدنيا والآخرة ثم توبوا إليه، يعني استغفار وتوبة نصوح، يمتعكم متاعا حسنا، يعطيكم ثمرات ذلك الاستغفار وذلك وتلك التوبة، يعطيكم ثمراتها في الدنيا إلى حين، يمتعكم متاعا حسنا. بينما الكافرون يأخذون متاعهم، يتمتعون بأجور أعمالهم في الدنيا ونواياهم، ورب يقول من القيامة أذهبتم طيباتكم الحياة الدنيا، بينما نحن ألا حصلنا على خير الدنيا والآخرة. شوفوا التميز اللي نحن نتمتع به والحمد لله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، ليس متاعا لكم سيء، بل حسنا، أي ترنو إليه نفس وتطمئن إليه، ويستعذبه صاحبه المتاع ذاك، تحس بروحك أنت في تمتع به، متاعا حسنا إلى أجل حسن، يعني طيب يبعث البهجة والطمأنينة والرضا والشكر وأهل المجد، إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعني كل ما قدمت انت الا ويعطيك ربي، لا يبخسك ربك، بل من يعطيك التضليل كما تقول انت بالعشره امثال سبعه مئه بما لا حد له من احسان من لدن المولى سبحانه ذو الجلال والاكرام. ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. واذا كان اخترتم الادبار من هذا النور اللي أشعه الله على خلقه، فلا تلوموا إلا أنفسكم، لا راه ينتظركم عذاب يوم كبير، اليوم الكبير ويوم الحساب، وما بعده أشأم والعياذ بالله لأهل العذاب. والسلام عليكم ورحمة وبركاته ورحمة.